طبعا تعلمت حاجات كثيره. اول شيء درسنا دورات كثيره منها المحاسبه والتسويق والاداره. التدريب علمني حاجات كثيره. طبعا لما دخلت التدريب حاولت ارتب نفسي وافكر في المستقبل. طبعا اكتشفت في التدريب اني طبعا من النوع اللي يستحي، لاني طبعا درست من صف اول ابتدائي الى صف ثالث ثانوي. احنا من عاداتنا وتقاليدنا انه ما نختلط مع البنات يعني في الدراسه، فكنت دائما ادرس طبعا مع عيال. لما دخلت التدريب كنا في قاعه مختلطه، فحسيت لما كان في مثلا اسئله او يعني كنت استحي، يعني لما سالنا الدكتوره كنت لما ارد استحي في البدايه، طبعا مش لحد الان. طبعا شركائي اثنين، واحد ابراهيم طبعا ولد عمي، والثاني فيروز طبعا تقرب لنا العائله. طبعا مشروعنا مكتب تنسيق، تميز لتنسيق المؤتمرات والحفلات والمهرجانات. طبعا الاحداث الاخيره اظن اني اثرت على كل شخص في البلاد هذه. احب اقول لهم عن الشباب اليمني انه شاب طموح ومتميز، بس الظروف، يمكن الظروف في بلادنا هي اللي تحطم الشاب، يمكن تحطمه، فلذا يرجع يعني العكس. احلامي ان تكون لي اول شيء بصمه في المجتمع، يكون ضاها الولي انسان متميز، رجل اعمال كبير ان شاء الله.